التاسعة، ثالث أيام العيد، عن الفن الفلسطيني المقاوم، حوار خاص مع المخرج الكبير يسري نصر الله الذي التقط المأساة الفلسطينية بلغته السينمائية الفريدة في باب الشمس. فيلم غريب، فيلم رائع، فيلم حلو في كل حاجة. كيف وثق الفن الحياة الفلسطينية وحفظ الحقوق وتصدى للتزييف ونقل إرث الألم للعالم. عندك رواية رائعة أو عمل أدبي عظيم، يعني قبل ما يكون عمل توثيقي للذاكرة الفلسطينية وذاكرة النكبة، فهو عمل أدبي ضخم. ولقاء خاص مع الشاعر الكبير إبراهيم داود عن شعر القضية وكيف عبر الأسلاك الشائكة والتصق بالجدران والحناجر واستقر في القلوب. المناخ ده إن حد لسه بيمتهن فعل الكتابة وبيعبر عن نفسه وبيعبر عن مجتمعه وبيعبر عن جيله، ده مقاوم عظيم. التاسعة، ثالث أيام العيد مع يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى.